انا اسمي جمال محمود محمد، مستاجر كشك في شارع محمد مطلب الشعراوي، ومن ضمن الناس اللي هي مستاجره كل 106 كشك، وقعدنا 20 سنه قاعدين في الكشك دي، وبندفع 20 جنيه كل شهر. ال 20 جنيه دي ايه؟ ال 20 جنيه عباره عن الدفاع ولا اشغال؟ حق الدفاع شهري، يعني اشغال زي اشغالات كده. اشغال طريقه. تمام. بس حتى و 20 جنيه نظافه، اخبار حضرتك، غير الكهرباء اللي بندفعها، وده كله اعباء علينا. وحتى ما بنقدرش ندفع ال 20 جنيه، فبندفعها كل 3 4 اشهر، كل 5 اشهر. والناس اللي ومعظم مستاجرين الاكشاك كلهم برضو نفس النظام. وبعد كده احنا لا يعني لا مؤاخذه، ما عندناش شغلانه غير هي الشغلانه بتاع الاكشاك، وبنستنجد وبنستغيث بالسيد المحافظ كاب لينا ان هو يراعينا ويشوف القرار اللي طلع جديد بدفع 400 جنيه شهري، واحنا ما نقدرش ندفع 400 قرش شهري. ال 20 جنيه بتدفعها بالعافيه. وبعد كده اقل واحد فينا معاه 3 4 اولاد، قال عن نفسي عندي 7 اولاد، ومعظمهم معاهم شهادات عليا، لا عارف اشغلهم في الحكومه ولا عارف اوقفه في الكشك اللي يدفع 400 جنيه، ما يقدرش يدفعها يتحبس. يعني ال 106 كشك معاهم 106 أسرة عددهم أزيد من 1000 نفر، بيعتمدوا في نفقاتهم بس على الدخل بتاع الكشك. وانتوا الدخل عندكم هنا عامل ايه؟ الدخل ضعيف وما بنقدرش، والله اعلم الفلوس اللي احنا بنشتغل بيها بنجيبها منين، بنعمل قروض وبنعمل سلف، واحيانا بنكسب واحيانا بنخسر. وبتفتحوا ال 24 ساعة؟ ما بنفتحش ال 24 ساعة، بنفتح بعد العصر عشان الشمس طول النهار هنا اهوتي، ما بتغيبش عن 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 الاكشاك، ما نقدرش نقعد فيها، اللي يقعد فيها هنا يعني. بنشتغل وبنشتغل لحد الساعة 10، والإيراد مش مكمل. بس حتى وفوجئنا بال 400 جنيه دي، يعني 2000 ضعف. والعقد 2000%. والعقد اللي بعتوه لنا، والعقد اللي بعتوه لنا عقد اكن واحد بيستعبد، واحد ما بيشتغلوش، يعني تطلع بعد سنه، تطلع بعد سنتين، نطلع نروح فين؟ مالناش برزق ولا مكان غير هو المكان اللي احنا شغالين فيه ده. والناس اللي ومعظم الناس دي مش قادره تدفع 20 جنيه، ازاي ندفع 400 جنيه؟